تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة؟ الجمهور على أنه غير مشروع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإنما هو مشروع في التشهد الأخير. التشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الذي ورد في حديث ابن مسعود. نعم.